لو بتقولي وش الوجبة الوحيدة اللي ما عندي أي مشكلة أكلها طول رمضان، فهي كرات البطاطس بالدجاج والجبن. وصفة متفجرة بالنكهات وقوامها مثالي وممتازة للجمعات. بس قبل ما نبدأ، وبمناسبة هالشهر الفضيل، سويت خصم 30% على كل كتب الطبخ وبرامج التمارين في موقعي، فشيكوا على الوصف تحت، بحط لكم الرابط، والحقوا على الخصم قبل ما يخلص. والحين خلونا نبدأ. في البداية بنحتاج قدر كبير نسلق فيه البطاطس، وبنعبيه موية، وبننقل على النار، وبنحط فيه البطاطس وبنخليها تنسلق لحد ما تقدرون تدخلون الشوكة فيها بكل سهولة زي كذا، وبعدها بنطلعها تبرد. وعشان تختصرون وقت، جيبوا قدر ثاني وعبوه مويه بعد عشان نسلق الدجاج فيه مع رشة ملح فيما البطاطس قاعد يستوي. وبعد ما يبرد البطاطس شوي بنبدأ نقشره كذا، وفي اشخاص يهرسونه بالقشر، بس شخصيا ما افضله. وبعد ما نخلصه، عندي ذا الآلة مخصصة لهرس البطاطس اسمها بوتيتو رايسر، وتخليه ناعم وعملية مرة كأنها عصرت ليمون. بحط لكم الرابط حقها تحت في الوصف للي حاب يشتريها. ببدأ أهرس كل حبات البطاطس بهالشكل، وشوفوا كيف صايرة كأنها موزاريلا. وأما الدجاج فبعد ما يبرد بقطع القطعة كبيرة بالسكين، ثم ببدأ أقطع بيدي وأخليه شريدد يعني، وكل ما كان أصغر كان أفضل. وبعدها بمشي عليه مرة ثانية بالسكين زي كذا، وأفرمه زيادة، ومن ثم بنقله فوق زبدية البطاطس اللي هرسناه، وبنحط فوقهم بصل مفروم ناعم، وثوم مهروس، ورشة كبيرة ملح، وفلفل أسود، وكمون. الكمون لذيذ جدا مع ذا الوصفة، وبودرة كزبرة. وبعدها بنخش باليدين وبنقعد نخلط كل شيء زين مرة. وترى عادي تحطون أي إضافات أو توابل على الميكس، البابريكا أو الفلفل الحار أو حتى بقدونس، كلها تنفع مع ذا الوصفة. وآخر شيء بننزل جبنة موزاريلا لايت مبشورة فوق الخليط، ومهم تحطونها بعد ما تبرد الخلطة عشان ما يذوب الجبن ويعفسكم في الخطوة اللي بعدها، وهنا الوقت اللي تذوقون الخلطة وتضبطون الملح لو احتجتوا. بعد كذا بناخذ كمية بالأصابع من خلطة البطاطس ونكورها باليد، وعدد الكور بيعتمد على الحجم اللي تحددونه. لو كانت صغيرة مرة فبتسوون كور كثيرة، أنا بذا الحجم سويت 28 كورة متوسطة. وعندي هنا بيض مخفوق زين، وبستعمل تغطية الكرات فتات خبز بانكو الياباني، وهو أكثر نوع كريسبي، ولكن لو ما حصلتوه ففتات الخبز العادي يؤدي الغرض. بحط لي كمية من الفتات في زبدية منفصلة، وطبعا حطيت أكثر من الكمية الفعلية اللي بتغطي الكرات بس عشان أسهل حياتي في التقليب. بناخذ كرة بطاطس وبنزلها في البيض أول، وبنقلبها من كل الجهات، وبعدها بنشيلها لزبدية فتات الخبز وبنغطيها زين، وبنكرر العملية لكل الكور اللي سويناها، وبننقلها على القلاية الهوائية حرارة 180 لمدة 7 إلى 8 دقائق، وبكذا بتطلع جاهزة. وزعت الكور في صحن تقديم وزينتها بقدونس فريش وقدمتها مع صوص، وبكذا وصفتنا صارت جاهزة. وتعالوا نشوف السعرات. سعرات الكرة الوحدة التقريبية هي 67 سعرة، والبروتين 6 جرام، والكارب 7 جرام، والدهون جرام واحد بس. والكمية اللي سويتها بتكفي 28 كورة بالحجم المتوسط. وبصراحة ذا الكور تشبع مرة، لو بتاكلون مثلا 6 حبات ذي فيها 402 سعرة و36 جرام بروتين، يعني مع شوربة وسلطة خضراء وقطعة حلى صغيرة في الأخير، فأشوفها فطور ممتاز وقيمة الغذائية عالية. وصح أن هالوصفة فيها أكثر من خطوة، بس صدقوني اللحظة اللي تجربونها بتعرفون قد إيش هي لذيذة، وطعم البطاطس والجبن الذايب مع البهارات ما له مثيل. ولو بتقدمونها مع صوص فأنصحكم بسويت انشيلي صوص، مجنون مرة معها. اكتبوا لي في التعليقات وش رايكم بالوصفة، ولو عندكم أي اقتراحات الوصفات حابين أسويها علموني في التعليقات. وتقبل الله صيامكم وقيامكم، وبشوفكم الأسبوع الجاي بفيديو جديد. سلام.